هذا اللي هذه الثورة التكنولوجية اللي أدت إلى ثورة تواصلية أيضا فرضت نفسها وفرضت واقع آخر جديد مختلف عن الواقع اللي كانت عايشته البشرية، وبالتالي فرضت أيضا مجموعة من التحديات اللي مطروحة للأمم ومطروحة للدول ومطروحة للمجتمعات، وإحنا بوصفنا جزء من ذي الكرة الأرضية بالتأكيد مطروحة عن هذه المشاكل. أنا لاهي نبدأ من كلمة مشهورة قالها مرة نيلسون مانديلا، قال إن الناس يتقاتلون لأنهم يكرهون بعضهم بعضا، ويكرهون بعضهم بعضا لأنهم لا يعرفون بعضهم بعضا، ولا يعرفون بعضهم بعضا لأنهم لا يتواصلون. إذن انطلاقا من هذه المقولة ندرك أهمية التواصل في تيسير العلاقة بين الأفراد وبين المجتمعات، لأن الجسر الوحيد اللي نمر عبره شور الآخر هو طبعا عبر التواصل.